بغيت نعرف شنو هي الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار في اختيار ماده للحمايه. خصنا نشوفوا المستوى ديال الحمايه ديال كل الادوات. مثلا ملي كنهضروا على الجرح كاين خمسه ديال 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 لي نيفو كما كنقولوا من واحد حتى لخمسه. هذا الشيء راه كيكون مكتوب في الليغات او لا في لي زوتر ايكيبمون. معناتها خصنا نعرفوا الا كان الخطر كبير خصنا ناخذوا ان غون بلوز افيكاس، يعني يكون المستوى ديال الحمايه ديالو يكون طالع بزاف. بالنسبه مثلا المواد الكيميائيه نقدروا نستعملوا ان غون جوتابل الا كانت حاجه بسيطه، ولكن الا كانت ماده بحال الماء القاطع اللي كتكون خطيره بزاف خصنا تكون الليغا تكون شويه عريضه باش كتحمي مزيان من الماده. خصنا نشوفوا المعايير اللي كيكونوا، راه الدوله كدير مجهود كبير باش كتاكد الحمايه ديال الادوات. وحنا من جهتنا خصنا نقراو ونشوفوا باش نعرفوا شنو هو شنو كنشريو وشنو كنستعملو. يعني ربما يعني حطيتي الاسبوع ديالك واحد المساله اللي هي مهمه جدا، هو اننا حنايا ما تنقراوش بزاف اي حاجه بغينا نشريوها، راه هي اللوغا كاينه واحد ليتيكات مكتوب فيها المواد باش مستعمله وشنو، وماشي غير في هذا الشيء، يعني حتى في المواد الغذائيه ديالنا غادي نمشيو للماركشي ولا غادي نمشيو للان سوبر مارشي غنبقاو غير تنهزو حيت الحاجه عجبتنا، ولكن ما نقلبوهاش ونقراوها ونعرفوها المحتويات ديالها ومناش مستعمله، وربما ديك الشيء اللي فيها ما غادي يصلحناش ولا ما. فهذه ربما رساله باش الناس يبداو يقراو ليتيكات اللي تتكون داغيغ كل ماده. ضروري ضروري حيت المعلومه كتكون في ليتيكات. يعني ما يقدرش الانسان يعرف كل شيء، ماشي كاملين كنقراو في لي زيكيبمون بروتيكسيون، ماشي كاملين كنقراو يعني المواد الكيميائيه اولا الفيزيك اولا. دونك بالضروره خصنا نقراو ليتيكات، وليتيكات راه الدوله كما قلت لك كدير مجهود كبير باش كتعطينا لانفورماسيون على ليتيكات. مثلا المواد الكيميائيه كيكون بيكتوغرام اللي كيقول لنا واش الماده خطيره اولا، وبطبيعه الحال حتى في الادوات ادوات الحمايه حتى هما فيهم لي بيكتوغرام فيهم لي نيفو كلشي مكتوب على ليتيكيت. دونك خصنا نعرفوا اشنو كنشريو وباش ما نتعرضوش للمشاكل خطيره بزاف. صحيح. اذا هنا تكلمتي لنا غير على ليغون، لكن كاين مواد اخرى للحمايه من غير ليغون. بطبيعه الحال كاين الكمامه كنعرفوها كامله. واش الكمامه فيها انواع؟ فيها بزاف ديال الانواع. دابا الكمامه اللي كنديروا دابا انا تنعرف الكمامه ديال الاطباء والكمامه اللي حنا تنديروا عاديه زعما كيتسموا كمامه غادي نقولوا دي ماسك شيروجيكو. كيخليونا نتنفسوا وفي نفس الوقت هما حاميين كيحميونا، ولكن كاينين دي ماسك اللي كيتسماو لي ماسك اف اف بي 1 كماما اف اف بي 1 حتى الاف اف بي 3. هادو كيتستعملوا ملي كنخدموا بمواد كيميائيه خطيره اللي كيعطيو دي غاز. مثلا غادي نخدموا في الصباغه، غادي نخدموا بالماء القاطع، غادي نخدموا اي ماده كيميائيه غادي نستعملوا يا اما من اف اف بي 1 لاف اف بي 2. وهذوك الكمامات الحمايه ديالهم كتكون كبيره، ولكن الثمن ديالهم كيطلع الثمن ديالهم تيكون غالبا لي اف اف بي 1 اف اف بي 1 حتى الاف اف بي 2 كيتستعملوا في نطاق الخدمه حيت كيكونوا خاصين للخدمه بأون نورم معايير مضبوطه. ولكن كما قلت لك ليتيكات اول حاجه الناس خصهم يقراو، راه كلشي كاين و خصهم. فهنايا هنا استاذ تكلمتي لي على الصباغه، على الناس اللي تيصبغوا، وهنا والله الا تكتي الانتباه ديالي تقريبا كاع المعلميه اللي جبناهم يعني وصبغوا لنا وما تيديروا حتى شي حاجه للوقايه، ما واقينش نهائيا نفسهم. فتتلقى كيف قلتي عادي يعني تيخلط هذيك الصباغه بيديه ولا تيخلط بديك، ومن يسالي غادي يغسل بالديليو لانه تيقول لك ولا غيزولوا الصباغه من يديه. فبغيت نعرف يعني شنو ممكن تقدر تكون العواقب على هذا الشخص هذا. غادي فتتمنى يكونوا شي صباغه تيسمعونا باش يستافدوا معنا. كنتمناو حيت كيتعرضوا للاخطار، لانه هما اللي تيتعرضوا بزاف للاخطار. هو اول حاجه كي ممكن يعتبروا بان ليكيبمون باش غادي يحميو راسهم غالي بزاف،
وراء خطر. هو صحيح الناس بعض المرات فعلا تجيهم هذه المواد غالية غالية، ولكن هادشي راه ماشي صحيح. راه الادوات هي في حقيقه الا جينا نقارنوها مع اولا ما بقاوش غاليين بحال شحال هادي دابا مع الوقت ومع التطور ديال البلاد وكنزيدوا في المصانع الى اخره، كيجيونا كتجينا سلعه من برا وبدينا كنصنعوا راسنا لي زيكيبمون دو بروتيكسيون. دونك الثمن هبط اول حاجه، وكما قلتي مدام نهاد ملي كنقارنوا مع الثمن ديال يعني الميزانيه اللي كنديروا باش كندفعوها على الصحه ديالنا اللي كنعالجوا راه لا علاقه بهم. وخصنا نعرفوا بان ملي كنمشيو للمستشفى واخا سي ان اس اس كتخلص علينا، راه حنا كمواطنين كاملين كنخلصوا، حيت الميزانيه ديال سي ان اس اس كتجي من الضرائب ديالنا كاملين. صحيح. دونك كنخلصوا كاملين، ما يتحسبش لنا بان راه هادشي راه فابور، راه ما تيضركش نفسه بوحدو، انما غتيضر حتى الناس الاخرين اللي زعما المواطنين الاخرين. وكنظن بان مثلا ملي كنهضروا على الناس اللي الصباغه، اولا ما واعيينش بالخطر، ما واعيينش به، كيعتبروا بان داكشي ما غاديش ياديهم بزاف. وهو كيف قلتي راه مع المده غتبداو المشاكل.